وزعها لكل ولاده، والموسيقى واحدة منن سي لا سولفا مي ري دو. يلا غني وبتتعلم منها عبرة وبتتعرف ع أحلى ضيوف، مواهبهم خبرتهم بيشاركونا، انت اللي عم تحضر وتشوف. لا فيستا غني معنا، يلا غني غني، يلا رنم رنم، سبح اسمه اللي جمعنا. لا فيستا غني معنا، خي هيك صرنا بالبيت انا وياك لوحدنا يا سمور، ما بدنا حدا حوالينا، بقلب بيت اربع حيطان وحدنا، كلهم عم بيضحكوا علي لانه انا بخاف من الحشرات ومن الصراصير، الا انت يا صديقي سمور بحبك كثير، انا انت بتحبني كمان كثير بعرف، ما رح تتركني. صرصور سمور، وين رحت يا سمور؟ حتى انت ركتي يا سمور، يا صديقي العزيز، مين بده يكون صديقي من اليوم ورايح مين؟ صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع، تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع، أروع صديق أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع، تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. فيستا غني معنا، الموسيقى بتجمعنا، كلام الرب بيجمعنا، وأحلى الترانيم وأحلى المعلومات الموسيقية، بس أكيد أحلى القصص مع سمعان. نحن ناطرينك. كيفكن؟ هاي ناتالي، اشتقت لك أنا. هاي أنا كريم، هاي فريدريك. اليوم قصتنا فريدة من نوعها، جاهزين تسمعوها؟ جاهزين. يلا قصتنا لليوم بتقول، قصة اليوم بتحكي أنه بقصر كثير بعيد وهونيك جبل كتير عالي، مطرح ما النسور بيقطعوا بيكونوا كتير قراب. قلب هالقصر في ختيار ساكن وحده. ليه ساكن وحده هالختيار؟ ليش؟ لأنه هذا الرجال كان يخاف كتير من الحشرات. ياي ياي، فكر العالم كتير يضحكوا عليه، فكر من هيك حبس حاله بقلب هالقصر وما عاد يطلع. يوم بعد يوم ما عاد يحب يشوف حدا، مش بس الحشرات، حتى الناس كمان
ما بقى يحب يشوفهم، صار يخاف منهم. لحد ما يوم من الايام بيوصل بياع تياب وبيبلش ينادي: يا ساكن القصر حاجة تضلك حزين، اشتري البوس وجخ افكارك الك كمين، اتحرر منا شو نفع المال، بيسترو لك كم كنز وشال. حرية اغلى شي ما بتتمن بكنوز، دني ما بتخلى من الناس، لحق قبل ما تصير عجوز. وضلوا هالبياع ينادي وينادي ويكرر ويمشي حول القصر، ويمشي 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 وينادي. لاخر شي الختيار فتح له، قال له: يا عمي شو بدك؟ قال له: انا جيت لعندك كرمال بيعك كم قطعة تياب. طلع في هيك الختيار: من وين بعرفك؟ من وين بعرفك؟ طلع كتير منيح الختيار بالبيع: هذا صديقي اللي صار لي من ايام الطفولة مش شايفه، اللي كان يخاف كتير من المرتفعات، فطلع لعنده على القصر كرمال يشوفه. تذكروا؟ ايه تذكروا. وشي غريب كيف فرفح الختيار لبهاللحظة فهم فيها انه هو محبوب، وهالبيع منه بيع، لكن كان بده يلاقي طريقة تيخلي الختيار يفتح له. بلحظة حب كانت كفيلة هيك ترجع روح المحبة والفرح بقلبه لهالختيار. فظهر الختيار من القصر ونزل لعند الناس وفتح محل قماش وخلي كل العالم تشتغل وتسترزق وتعلم يستفيد أن يبقى مع الناس ودايماً يكون حدهم مجموعين. وهيدي هي كانت قصتنا. شو هالقصة الحلوة؟ يا ناتالي أنا كتير مبسوط، كتير فرحان من كل قلبي. بتعرفي ليه؟ إنه رجع يشوف أصدقائه وبطل وحده. هلا هو رجع يشوف أصدقائه، بس أنا كتير مبسوط لأنه أنت صديقتي وكريم صديقي وفريدريك صديقي وأصدقائنا الحلوين. أنا كل يوم بشوفكن وهيك كتير بتعطوني إنرجي حلوة، هيك كتير بيرجع بدب الفرح بقلبي جوا. ونحن نفس الشيء أكيد، ونحن ولا مرة بنقدر نعيش بلا بعضنا لأنه الصداقة بتعني لنا كتير، واللي بيجمعنا روح المحبة اللي هي بنعيشها هون بلا فيستا. في حدا يعطيني فرح كتير كبير أنتوا ما بتعرفوا؟ بلا بنعرفه، هو يسوع. كيف عرفوا؟ ولو أصدقائنا شاطرين. يا سمعان عم تحكي عن أصدقائنا؟ بدي أقعد حده لأنه عرف مين صديقي. كلوي حبيت القصة؟ عن جد كتير حلوة القصة، بتخلينا نعيش الفرح الحقيقي. مزبوط، بتعلمنا نعيش الفرح الحقيقي. الفرح الحقيقي هو يسوع. صحيح، الفرح الحقيقي هو يسوع، وبيجمعنا دايماً كلنا تحت اسمه. ماتيو اللي قلته ذكرني بإنجيل متى وقت قالنا: كل ما اجتمع اثنين باسمي أنا بكون بيناتهم. صحيح، الرب هو جمعنا، يسوع جمعنا. وهيدي اسم الترتيلة: يسوع جمعنا. دنيا صغيرة حتى نقدر نتلاقى ونغني سوا شي حب بعيد، وبسرعة تسكر القلوب اللي مشتاقة لما تلاقي هوني حلم جديد. يسوع جمعنا محبة قربتنا، لولا المسيح شو بتسوى دنيتنا، جايين نعيش الفرح صلاة ومحبة ومرح، لولا يسوع شو بتسوى هالدنيا. لا 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 لا، لولا يسوع شو بتسوى هالدنيا، جايين نعيش الفرح صلاة ومحبة ومرح، لولا يسوع شو بتسوى هالدنيا. حاضرين نتعلمها؟ حاضرين. وانتو كمان اصدقائنا، افتحوا دينيكو كتير منيح وعيونكم، رح يكون سهل عليكم تتعلموا لانه رح تشوفوا الكلمات على الشاشة. يسوع جمعنا المحبة قربتنا، يسوع جمعنا المحبة قربتنا،
لولا المسيح شو بتسوى دنيتنا، لولا المسيح شو بتسوى دنيتنا. جايتنا نعيش الفرح صلاة ومحبة ومرح، لولا يسوع شو بتسوى الدنيا، لولا يسوع شو بتسوى الدنيا. لاي 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 لاي، لولا يسوع شو بتسوى هالدنيا. لاي 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 كملوا، لاي 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 لاي، لولا يسوع شو بتسوى هالدنيا. الرقص هو تعبير فرح للجسد، بيتنوع حسب تنوع الحضارات وفي منه أشكال كتير. لكن شو هو الرقص المقدس أو دان ساكري؟ وهل فينا نحن نرقص تمجيد للرب؟ بيقدم الكتاب المقدس الرقص كدليل على العبادة للرب، وبيفرجينا الملك داوود اللي كان يرقص قدام تابوت العهد، أيضاً الشعب العبراني من بعد عبوره للبحر الأحمر. الرقص المقدس أو الدان ساكري اليوم في كتير من الجماعات المسيحية تستخدمه بصلاتها وبلقائاتها مع الأولاد والشبيبة، لأنه هو الرقص يلي بليق بالرب، لأنه من خلاله من سبحه. ولما نحكي تسبيح وشبيبة ما فينا ما نذكر تجمعه يسوع فرحي. يسوع فرحي، يسوع فرحي، يسوع فرحي، أن أحبك. يلي كان لقبه قلب شبيب النابض، وهالتجمع اتأسس سنة 1997 وجمع آلاف من الشبيبة بلبنان ودول العربية المجاورة لتمجيد الرب والتعرف على يسوع من خلال الصلاة والمسرح والكلمة وأيضاً رقص التسبيح أي الرقص المقدس. بلا فيستا وقعوا عنا نجمتين صغار وحلمين وبيعرفوا يرقصوا، كاريل وكلوي لألكن. معونتي من عند ربي، حفظوا قلبي ونفسي، لا يدعوا رجلي تزلوا، لا ينعسوا ولا يكلوا. معونتي من عند ربي، حفظوا قلبي ونفسي، لا يدعوا رجلي تزلوا، لا ينعسوا ولا يكلوا. مبارك إلهنا رب الجنود اسمك، تخضع شعوب الأرض وتلهج بحقك. أنت القدوس، أنت المهوب، كوكب الصبح المنير، الأول والآخر، من مثلك يا اختبرتني، عرفت قلبي، فهمت فكري من بعيد، أنقذتني في يوم الشر، ألبستني ثوب الخلاص. اختبرتني، عرفت قلبي، فهمت فكري من بعيد، أنقذتني في يوم الشر، ألبستني ثوب الخلاص. مبارك إلهنا رب الجنود اسمك، تخضع
أرجو بحقك أنت القدوس أنت المهوب كوكب الصبح المنير الأول والآخر من مثلك يا قدير مبارك مبارك. قد ما قلكن برافو قليل، لأنه في تعبير بيقولوا هيك انقطع نفسنا بس شفناكن عم ترقصوا، كان كتير حلو، يعطيكم العافية وان جران برافو. أول شيء صرنا نعرف أساميكن كاريل وكلوي، أنتوا صغار وبعرف أنه أنتم بلشين من زمان ترقصوا، أول شيء بدي أعرف أعماركن. كلوي قد عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة؟ أنا عمري 10 سنين. 10 سنين. كيف بلشتوا ترقصوا؟ وين بتتعلموا؟ خبروني. أنا كان عمري 6 سنين لما أول بلشت، كان عندنا أكتيفيتات بالمدرسة ففتت وبلشت باليه وجمناستيك. أختي رجعت هي حبيت، هلا هي كان عمرها 5 سنين، رجعت قالت لنا إنه أنا بدي أكون معك فصارت معي. كاريل أنت بتحبي الرقص من الأول مثل أختيك ولا بس شفتيها تأثرتي؟ لا أنا بس شفتها حسيت إنه شجعتني فحبيت إنه كفي معها. حسيت عندك الموهبة؟ ايه كثير منيح. انا بعرف انه الدانسر بيرقص كذا ستايل، انتم باي ستايل كاريل بلشتوا وشو بتعرفوا ترقصوا ستايل لهلا؟ نحن بالدانس تبع هيدا الدانس رقصنا ايه اللي رقصتوها؟ رقصنا باليه، رقصنا فانكي جاز وجيمناستيك. انا بحب اقول لكم انه اليوم هالترنيمه زدتوها جمال وزينتوا لفيستا بموهبكم. رقصكم كان أكثر من رائع. بس بدي خبرك شيء، خبرتني العصفورة إنه كاريل صوتها حلو. شو كاريل مزبوط؟ شو هالعصفورة اللي بتعرف كل شيء؟ فينا نغني شيء صغير كتير؟ منشجعها بزقفة لتغني لنا شيء لفيروز. في غنية كتير بحبها لفيروز، أمي نامت عبكير، بتعرفيها؟ فينا نرفقها فيها؟ يلا. جيت العيد العزابي شباكي بعده مفتوح والبردية عم بتلوح شباكي بعده مفتوح والبردية عم بتلوح عرفوا غيابي أهلي يا دلي وين بدي روح وين بدي روح يا دلي عرفوا أهلي بغيابي. ونغني سوا شي حب بعيد وبسرعة تسكر القلوب المشتاقة لما تلاقي هوني حلم جديد يسوع جمعنا محبة قربتنا لولا المسيح شو بتسوى دنيتنا عيش الفرح صلاة ومحبة ومرح لولا يسوع شو بتسوى هالدنيا لاي 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 لولا يسوع شو بتسوى هالدنيا جاي
يلا غني.